خير يا عمي، فيش تفكر؟ أفكر في أمك يا فاطمة، ما أعرف كيف أقنعها بالصفقة اللي خبرتها عنها قبل شوي. هذه فرصة، وفرصة كبيرة بعد. أنا ما أعرف هاي الإنسانة، هاي ما أعرف مصلحتها، ما أعرف مصلحتها أبدا. يا ما صفقات ضيعتها. والله لو كان عندي توكيل على كل أموالك اشتريت لك هذه الأرض وما خليت حد يأخذها غيري. لا تخاف يا عمي، التوكيل أنا بعطيك إياه، والصفقات اللي جاية أكثر من الصفقات اللي راحت، وانت رجال السوق وتعرف كل شيء فيه. بس الحين أول خلينا نخلص موضوعي قبل كل شيء. بس يا فاطمة أنا أبغى نضيع هذه الصفقة وتفوت علينا. الحين خلينا من موضوع الصفقات يا عمي. ها خبرني، إيش قالك غسان بعد؟ أما موضوع الفلوس يا ولدي لا تشيل همه. بس كيف يا الوالدة؟ وأساس المزرعة محتاجة فلوس، محتاجة مبيدات، تريد بذور زينة وتريد سماد، وأنا أريد حد يساعدني فيها. حتى الشباب اللي كلمتهم يريد فلوس، أصلا ما في حد في ذي الأيام اشتغل ببلاش. أنا هذا كله أعرفه يا ولدي، لكن أنت بعد لازم تعرف أن الفلوس اللي بندفعهن لازم يجيبن فلوس، ولا بنجلس نطلب؟ مستحيل مستحيل نجلس نطلب حد يا الوالدة. علشان كذا يا ولدي احنا لازم نفكر نسوي شيء في المزرعة، ما بس كله معتمدين على الزراعة وبس. وش نسوي مثلا؟ يعني راس غنم يجيب فلوس زينة يا ولدي، لما يكون عندنا على الأقل 10 رؤوس أغنام بكم نقدر نبيعهن؟ ترى الأغنام مثل الأبقار، هذا عاد فوق أنه الحليب منهن والسمن منهن واللحم منهن. بس هذا كله يحتاج وقت طويل يا أمي. الشجرة الكبيرة يا ولدي هي في الأصل بذرة، احنا اهتمينا بيها وراعيناها وسمدناها إلين صارت شجرة. وبعدني بقول لك انه هذا كله يحتاج وقت طويل، وما راح ندخل ذيلك الفلوس الزينات. أسألك سؤال يا حسان، إذا جاتك 5 بيسات إيش ممكن تسوي فيهن؟ 5 بيسات؟ أخاف إنك تفكري الخمس بيسات فلوس بعد. شفت كيف؟ جالس تضحك على الخمس بيسات اللي هن فاتحات بيوت ويأكلن أسر، لأن الناس فيها قناعة باللي عندها. الخمس بيسات تفتح بيوت وتأكل أسر؟ كيف هذا؟ المقهوي خلفان الله يرحمه كان يبيع فنجان القهوة في السوق ب5 بيسات، والخمس البيسات هذه استوين 10، والعشرة استوين 20 بيسة، واليوم يطلع من السوق عنده 3 ريالات، وال3 ريالات هذيلة في شهر يستوين 90 ريال، هذا أقل شيء دخله. وهذا كله بسبب ذيك ال5 بيسات؟ هي نعم يا ولدي، ال5 بيسات والقناعة. الحين فهمت كلام شي الوالدة. وانت يا سلمة ويش رايش في كلام الوالدة؟ ما أعرف يا حسان، أنا بروح أودي ريوق حال أبوي، تأخرت عليه اليوم. وأنا بعد بروح معايا الوالدة، يكون مرة واحدة منك أروح المزرعة. بس قبل ما أروح أحب أذكرك إن المزرعة بعدها محتاجة فلوس. لا تهتم في هذا الموضوع يا ولدي وتوكل على الله. إن شاء الله. اسمعني زين، أنا سمعك يا عمتي، ومثل ما يقولوا كل ذنين وكل عيون.
أنا أبغى أذن واحدة بس تسمعني منها. وقف زين. أنا واقف يا عمتي، أنت إيه تشوفيني جالس؟ أنت أمس قلت لي إن عمك مرشد كان مع غسان، ما عرفت حال مو كانوا مجتمعين مع بعض وإيش يقولوا؟ لا يا عمتي. لا، على بالغواز اللي تشلهن كل يوم، حال مو ما عزمت تجيب لي أخبار عن مرشد؟ إن شاء الله يا عمتي، اليوم راح تعرفي كل اللي قالوا. لكن أقول عمتي، وين فاطمة؟ قرب، تبى تشوف فاطمة؟ قرب، تعال تعال عشان تشوف فاطمة. هذا اليوم طرد اسم فاطمة، ومرة ثانية تطري فاطمة هالذنين وهالعين، قلعهن تقليعة. طيب قامت عينك، الله أكبر عليك. إلى متى بتظلك ذاك ساكتة؟ لغاية ما تحقق لي اللي أريده، اللي في مصلحتنا إحنا الاثنين. لا تفكر إني نسيت الموضوع وتنازلت عنه، ولا تفتكر اللي حصل بينك وبين أخوك أمس يخليني أغير رأيي. لا يا حسان، أنا بعدني مصرة على الطلاق. إذا كنتي مصرة على الطلاق مرة، فأنا 100 مرة مصر إني ما راح أطلقش. سامحيني يا بنت عمي. بعدني أقول لك هذا ما كلامك، وبعدني أعيد لك، أنت لازم تكون نفسك يا حسان، تفكيرك وعقلك ورايك، لا تكون عقل غيرك وراية. بس أنت لا تريد تسمع ولا تريد تفهم. أنا سمعتش وفهمت، وأنا الحين قانش بتفكيري وعقلي وأكون اللي تريدي، بس موضوع الطلاق نسيب المرة. طلاقي منك بيصير إن شاء الله، يكون فضيحة، وبلغ عمتي هذا الكلام. صباح الخير والنور والسعادة. أهوي قلنا صباح الخير. صباح الخير عمي. صباح النور حق. والله لا يصبحك بالخير جميعا يا عمي. ايش اللي جابك ورايا؟ حسبي الله عليك ونعم الوكيل. خبله. ألو، صباح الخير يا أنس أمونة. أيوة أنا منتظر عند الباب إن شاء الله. وليهم لا، على مهلك على مهلك. يلا مع السلامة مع السلامة. ما أريدك تكوني متوترة وقلقة كذا، القضية اعتبريها منتهية لصالحنا. أنا جاهز للدفاع وإن شاء الله رايح تسمعي أخبار طيبة. أكذب عليك لو أقول لك ماني خايفة، لأن نجاح موضوع اليوم هو فاتحة نجاح لك المواضيع. توكلي على الله، وأنا ما راح أطلع من المحكمة إلا وعبد العزيز موقع على استلام كل حقوقه القانونية. يا ريت يا ريت يا حلال يا ريت. اطمني وتجهزي للسفر. أنا استأذن علشان لا أتأخر عن موعد المحاكمة. الله يوفقك. عن إذنك. Thank you.
قلتي لي يا أنسة منى وين تريدي تروحي؟ كنت أريد أروح الجامعة عشان أأجل موضوع الدراسة، بس الحين مالي مزاج. يعني أرجعك البيت؟ بالود ودي ما أرجع البيت أبداً. نعم؟ لا أقول وديني أي مكان، أريد أرتاح، متوترة، أريد أريح أعصابي، أرجوك. ما يصير خاطرك لا. طيب طيب إن شاء الله، مع السلامة. صالح لو سمحت ما ترد على مكالمة ثانية، أنا ما قادر أكلمك من كثر مكالماتك. وش اللي تريدني أسوي غسان؟ أخبرك؟ لا أظن كذا أنه أحسن، ولا ترانا ما قايمين نخلص منهم. هذا اللي أخوي زباين مؤذيين يجلسوا يمسكوا لك على الوحدة. لازم يسوي كذا يا حبيبي، لأنه هذيل دافعين دم قلبهم على بيوتهم، ولا أنت تفكر أن الفلوس هذه نازلة من السماء يعني؟ عارف أنهم ما نازلات من السماء، ترى منهن من بنك الأسكان، ومنهن من البنوك الأخرى، ومنهن من الجمعيات الأهلية. لكن بعد بيني وبينك نحن معذورين يا أخوي، كل ما يجي يوم مواد البناء تغلي أكثر. لكن تعال، أنا شفت سيارتك واقفة برا، إيش السالفة؟ المدام رضت عنك ورجعتك الشغل ولا إيش؟ لا هذه ولا هذه. إذن إيش؟ ما علينا، أنا جايك يا صالح وريدك تساعدني. أنا بصراحة تعبت وأنا أدور على الشغل، واشتغلت شغلات كثيرة ما تخطر على بالك. وبعدين؟ أنا قررت أشتغل في المقاولات وأريدك تساعدني. مقاولات؟ لا، الظاهر أن عندك فلوس كثيرة وما عارف إيش تسوي فيها. فلوس وكثيرة بعد؟ أنا والله خايف أنسى شكل الفلوس. ما مهم، المهم أريد أعرف منك أنت، كون عندك خبرة في المقاولات، المقاولات تجارة ناجحة وتدخل فلوس زينة ولا لا؟ بصراحة يا صالح. والله يا أخوي إيش أقول لك، المقاولات في البداية يحتاج لها صبر كثير، لأنك تتعرف على ناس مختلفين الطباع، منهم الطيب ومنهم العصبي، منهم اللي ما يعرف أي شيء أبدا، منهم اللي ينتقد كل شيء. وقبل كل شيء يحتاج لها العقل المفكر المدبر. كيف؟ وحتى إن كان هذا سر من أسرار العمل أخبرك عنه. اسمعني، أحسن أنتظرك هنا. انزل امشي معي. ها؟ إيش فيك خايف؟ أقول لك انزل معي. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. حاضر. السلام عليكم يا رباب. عليكم السلام راجو، كيف حالك؟ صالح. ايوه صح، هذا ما نفس العامل اللي شفناه في الموقع الثاني؟ ايوه هو. كيف؟ هذا الله يسلمك اشتغل 4 ساعات في الموقع الاول، و4 ساعات اشتغله في الموقع الثاني، وباقي الوقت اشتغله هنا. وليش هذا التقسيم الغريب هذا؟ علشان اصحاب المواقع لما يجوا يزوروا مواقعهم يشوفوا ان بيوتهم فيها شيء من الاضافات، يعني عرفوا انه العمال يشتغلوا ما متوقفين. والشيء الثاني اقدر ابني لي 3 بيوت في نفس الوقت. 3 بيوت وكل بيت فيه 3 عمال ويخلصوا في نفس الوقت؟ مستحيل صالح هذا. في البيوت التجارية ما في شيء اسمه مستحيل. ان شاء الله لو بغيت تبني لك 5 ما 3، هذه هي الشطارة يا صاحبي.
سبحان الله، بغيت احصل واحد نظيف ما حصلت. انت من صوب، عبد العزيز من صوب، مرشد من صوب، يعني انا بطلع احسن منكم. يلا. ومن هذا يكون مرشد بعد؟ بخبرك بعدين. المطبخ وين؟ في الصوب الثاني، تعال معي. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف اخبارك؟ طيب. الله يحييك. الله يعافيك. كيف حالك؟ يا مرحبا. يا هلا مرحبا. حياك الله. ما شاء الله، بصراحة بيت جميل، مبروكين. الله يبارك فيك. انت من سكان هذه المنطقة؟ هي نعم، وبيتنا مقاور بيتكم بالمرمى. اذا بنتقاور. انا افتكرتك ناوي تبيع. لا اخوي، انا اتعب نفسي وابني عشان ابيع. انا ناوي اسكن ان شاء الله. بتكون قيرة طيبة بينا ان شاء الله. ان شاء الله. تفضل تمشى في البيت وخبرنا ايش رايك فيه. احسنت، ما تقصر. تو انت ليش قلت للرجال كذا؟ انت بتسكن هنا ولا شيء؟ اسكت لا تفضحنا، تعال في السياره خبرك كل شيء. تسكن هنا؟ بعدك ما قلت لي انت ناوي تسكن هنا. ومن قال هذا الكلام؟ انت قلت للرجال انك بتجاوره. وهذا هو الجزء الثاني والمهم من الشطارة يا غسان. ممكن تشرح لي كيف؟ شوف، لا تخلي احد يعرف انك انت ناوي تبيع البيت اللي تبنيه، لكن المعلومات اللي لازم تسربها للجميع من سكان المنطقة اللي تبني فيها او حتى اصدقائك، لازم تقول لهم اني انا ناوي اسكن في البيت اللي ابنيه. ليش؟ قلت لي ليش؟ علشان يدور في بال الجميع انك انت دفعت دم قلبك لبناء هذا البيت. وطبعا ما في احد يبني بيت علشان يسكنه بمواد رخيصة او ما في اي اهتمام منه. زين، وبعدين لما تريد تبيع البيت ايش تسوي؟ اعلق لائحة واكتب فيها ان المنزل للبيع. ولما يسألوني ليش تبيع البيت وانت قلت انك انت ناوي تسكنه، قولهم ان الاولاد ما وافقوا يجوا يسكنوا هنا. طبعا ما بيجوا يسألوا اولادي ليش ما تقول تسكنوا. صح صح. اما انك خبيث يا صالح، يعني في البداية تهيئ الناس نفسيا انك بتسكن، وبعدين تبني البيت بالطريقة اللي تناسبك، ولما يجهز البيت تبيعه وبالسعر اللي تريده. ولما يسألوك الناس تقولهم يا جماعة أنا صرف دم قلبي على هذا البيت، المطبخ جهزته بكذا وكذا، ودورات المياه كذا وكذا، بس الأولاد ما وافقوا، أنا ما أقدر ألزم على أولادي. اللي يعجبني فيك أنك تفهمني بسرعة يا صاحبي. أقول سالم؟ أيوة. أنا سمونة. أنت ليش دايماً تطالعني بنظرات وأول ما أشوف عليك تتهرب بنظراتك لمكان ثاني؟ لا، أنا ما قصد أشوف عليك، بس إيش يا سالم؟ يعني أنا ما أريد أني أتدخل بخصوصياتك، بس دايماً أشوفك ما مرتاحة كأنه عندك مشاكل. ليكون انت دكتور وانا ما عندي خبر. اسفه، ما قصدت اني اغلط عليك، بس كلامك صحيح، انا كلي مشاكل وهموم وحالات نفسيه وعصبيه. اقدر اساعدك بشيء؟ ها؟
أنا مستعد، تفضلي قولي. أنا ما أريد منك أي شفقة، سمعتني؟ ولا أريد أي إنسان يعطف علي، تفهم؟ فهم ولا لا؟ أنسة منى، أنسة منى، لحظة شوي. أنا آسف يا أنسة منى، أنا ما قصدي أي شيء من الخدمة أو المساعدة. وصلني البيت. إن شاء الله، إن شاء الله، حاضر. أنت مالك ومالها؟ إيش تبغى لها؟ عندها ظروف ولا عندها مشاكل؟ أنت اللي بتجيب المشاكل حال نفسك. الله يهداك. بس سؤال كان عادي، هي اللي تنرفزت وعصبت علي. صدقني أنا ما قصدي بأي شيء. اسمع أنت، بعد يقول لي ما غلط في شيء، إذا خبرت أمها تعرف إيش ممكن يكون مصيرك؟ أوه يا سعد، أنت لا تكبر الموضوع، وبعدين أنا أريدك تساعدني، إيش أسوي؟ تروح لها البيت وتعتذر منها قبل لا يوصل الكلام عند الأستاذة سميرة. يلا تحرك بسرعة. إيش رأيك أتصل فيها بالتليفون أحسن؟ لما تروح لها البيت بتشوفها منك شيفة وبتقدرك أكثر. ما أعرف إيش أقول لك. خلي عنك التردد والخوف ويلا تحرك، تحرك بسرعة، تحرك. معقولة يا هلا مخليني على أعصابي طول الوقت في الجلسة؟ طيب إيش صار؟ اللهم اجعله خير يا رب. إيش تريد يا مرشد؟ يا سلام، الحين جاي تسأليني إيش تريد يا مرشد؟ لعبي علي ها؟ أنا ما ألعب على حد. إذا كنت قبل شوية طالبة منه الطلاق وهو رافض، إيش تريدني أسوي؟ وليش رافض يطلق الحين هو؟ مع أنه عارف أن هاي الزواج تحصيل حاصل، يعني أنت ما موافق عليه ولا هو. أنا تعبت من هذا الموضوع، تعبت، وصل الحال بي أني أقول له غصبا عليك تطلقني، إن شاء الله يكون بفضيحة. وإيش قال؟ إيش بيقول يعني؟
وانت ايش قررتي؟ قررت شيء واحد، انه انا وانت نطلع من هذا المكان وخليه يشوفنا مع بعض، يدور في باله اللي يدور، ساعتها بيعصب وينفعل وبيطلقني. ها ايش رايك في الفكره؟ خليني احسبها زين، علشان ما تجلس كلمه تشوفني تهدد ابوي انك تطلعه من البيت وتجلسه في الشارع. انا مستعده انفذ الفكره الحين. اللي يعجبني فيك يا سلمى انك تريد تنفذي كل شروط. لكن لكل شيء له وقته يا مرشد. ها ايش قلت؟ فكرتك زينه يا بنت خميس، لكن لو نفذتها انا معك وطلقت حسان وانا السبب، ابوك بيعاند اكثر. لكن خلينا نفكر في خطه ثانيه مثل خطتك هذه، منها طلقت حسان بدون مشاكل، ومنها انا اتزوجك وابوك موافق وراضي على هذا الزواج. ايش؟ ايوه امي، غسان خطبني من عمي مرشد، هذا الكلام اللي قال لي يا عمي. وليش مرشد لما اجي اساله ايش كان يريد لك غسان ما كان يخبرني؟ غسان طلب من عمي مرشد ان هذا الموضوع يكون بينها لحد ما يحل مشاكله مع اهله. هو راح امس علشان يصالح عمه خميس ويجيبه معه عشان يخطبني. انا من اول قلبي كان حاسس ان غسان يريدش يا بنتي. يلا يا بنتي تتزوجي وتودريني مع عمش مرشد. يا امي عمي مرشد طيب كثير وجالس يسوي لنا كل شيء، وهذا هو يريد مصلحتي. طيب ايوه ما قلت شيء، لكنه طماع ويحب البيسه واجد. مسكين يا مرشد انا ظلمته، يعني امس ما جاي يتغدى وكله علشان موضوع شيء انت وغسان. امي ايش رايش في غسان؟ تساليني انا ايش رايني في غسان؟ هو غسان جاي يخطبني انا او انه جاي يخطبك انت؟ امي انت ايش تقولي؟ ما اقول الا الله تعالى يوفقش يا بنتي. اسمعيني زين، غسان لازم يجي هنا يخطبش بشكل رسمي هو وعمه، وكلام السكيك يا بنتي ما لها فايدة، وأحنا نحرصه ساعة ما يجي. سيف، صار لا كان لا في البال ولا الخاطر. سبحان الله، المصايب لما تحل على الإنسان تحل مرة واحدة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. بيني وبين مزرعتي جدار وما قادر أدخلها. لو أصريت إنك تدخلها بتدخلها يا خميس، لكنك جالس في الظلة خايف لا تحرقك الشمس. عمرك ما بتدخلها، لا وبعد بيجيك يوم حتى بيتك ما تروم تدخله. ايش قصدك يا حفيظة؟ الى متى بتظل انت خايف من مرشد؟ لغاية ما ياخذ سلمى من حسان؟ ايش؟ هي نعم، مرشد هذا يريد ياخذ كل شيء. ما كفى انه خذ مزرعتك وبيتك، كان بعد يريد ياخذ سلمى لولا ان الله ستر.
حافظنا على بنتك وضاع ولدنا. هذا الإنسان طماع، ما ممكن يتنازل عن سلمة أبدا، ويمكن الحين جالس يحاول عشان يأخذها. يمكن مش باغية تقولي شيء يا حفيظة. اللي باغية أقوله إنك توقف ضده، توقف ضد مرشد بقوة قبل لا يأخذ بيتنا ومزرعتنا. أنت تعرف إن هذا الإنسان طماع وما يتنازل عن شيء، والحين هو جالس يحوم على حسان بطريقة وين إنه جالس يساعده ويوقف معه، والله يعلم إيش في نيته. وكيف تبغيني أوقف ضده يا حفيظة وأنا ما عندي شيء ضده؟ هو كله صح، والأوراق اللي عنده تثبت إني أنا بعت له المزرعة والبيت. سير اشتكي عليه المحكمة. هي قولهم إن مرشد هذا اتحايل عليك بالغش وقدر يسرق بيتك ومزرعتك. المسألة ما سهلة مثل ما تتصوري يا أم غسان، المسألة أكبر من كذاك. الله يهديش، الله ينتقم منك يا مرشد، الله ينتقم منك. الحمد لله على سلامتك يا أم غسان. سن الله عزاج في الأقصيف. معقولة طول هالوقت مخلي تليفونك مغلق؟ إذا جرب الحين. أنا تعمدت أخلي تليفوني مغلق علشان أجي وأبشرك بنفسي. صحيح. ألف مبروك يا أستاذة سمير، كسبنا القضية. خليك تتهني بهذا الفوز أبداً، أنا رايح أستأنف وأحلفك اليمين أمام القضاء وأشكك في كل المعلومات اللي جاب هلال، وبنشوف من اللي يضحك في الآخر. أنا تنتصر علي سميرة، وبواسط من؟ بواسط هلال؟ سميرة وهلال ينتصروا على عبد العزيز؟ هزلت. قرارات ولازم تتنفذ، لأن الحرب اللي بيني وبين سميرة بدت تاخذ مجرى آخر. إيش يعني؟ أنا ما فاهمة. أولاً اتقطعي علاقتك نهائياً مع سميرة. إيش؟ مثل ما سمعت يا إيمان، ولا تخليني أعلق هذا الموضوع بطلاقنا إحنا الاثنين. هذه إذا كانت تهمك علاقتنا كزوجين. أنت إيش تقول يا عبد العزيز؟ ليش تدخل مواضيع خلافك بسميرة بي أنا؟ اللي تسوي غلط. بعدين أنا مالك دم؟ كان مالك دم. الحين دمك إنك زوجتي وسميرة صديقتك. عندك اختيارين، يا أنا يا سميرة صاحبتك. كأنك جالس تخيرني إني أموت بالسيف ولا بالمشنقة، لكن في النهاية النتيجة واحد. هي كلمة واحدة، اللي صادق عدوي يكون عدوي مثله. عن إذنك. تفضل. ألف مبروك يا أم أمين، وإن شاء الله دائما منتصرة. الله يبارك في حياتك. بس عادي إذا بتبارك بارك حق الأستاذ هلال، هو الخير والبركة، هو اللي قدر يحافظ على اتزان الشركة. الظاهر يا عبد الحميد إن هلال بدأ يسحب البساط من تحت رجولك وإنت ولا عندك خبر.
وصار هلال هو الكل في الكل في الشركة. عن إذنكم أنا بس جيت أباركوا بس. ألف مبروك يا هلال. عفوا يا أستاذ هلال. شكرا يا أستاذ عبد الحميد. اسمحوا لي. غريبة، إيش فيه يا عبد الحميد؟ ما أشوفه فرحان بصدق أنك انتصرتي على عبد العزيز في أول جولة. معقولة؟ لا لا لا، هو عنده أكيد كان شيء ثاني. شيء ثاني؟ مثل إيش؟ هو من يوم ما دخل حسيت إنه ما كان طبيعي، أكيد كان يقول شيء بس تردد. أستاذة سميرة، تراني ما فاهم شيء. أكيد كنت عند الأستاذة تهنيها بفوزها ونجاحها في القضية. واسمح لي أقول لك مثل الرياضيين، هارد لك، خيرها في غيرها. وأنا أقول لك خيرها فيها ما في غيرها. علشان كذاك أنا جيتك أكرر طلبي السابق، وأنا موقن تماما إنك ما ترضى تشوف حقي يروح من صاحبه وتجلس تتفرج علي يا عبد الحميد، ولا أنا غلطان؟ أأكد لك يا عبد العزيز إني مستحيل أوقف ضد سميرة في يوم من الأيام. وقوفي ضد سميرة معناها إني أوقف ضد نفسي، هذا معناها إني أحاول أهدم الشيء اللي أنا بنيته في هذه الشركة، أنت فاهم؟ إذن وين القيم والمبادئ اللي تتكلموا عنها يا عبد الحميد؟ وين الشرف والعزة والأمانة؟ وينها يا عبد الحميد؟ ما في داعي لهذا الكلام يا عبد العزيز. وبعدين أنا ما أملك أسوي لك أي شيء يا أخي، المحكمة حكمت وفصلت في الموضوع. أنا ما أشك في حكم المحكمة، أنا أشك في الأدلة والبراهين اللي قدمها صاحبك الآن. إذن لازم يكون عندك أدلة وبراهين أقوى من الأدلة والبراهين اللي عند خصمك، لأن الحكم بالأدلة والبراهين يكون أقوى، وهذا الشيء أنت ما توقعته. عشان كذا أنا جيتك يا عبد الحميد. أنا ناوي أستأنف الحكم، وأريد تكون دليلي في عدم صحة المعلومات اللي قدمها هلال، وأريدك أيضا أنك تشكك في كل كلمة قالها. جيتك من مبدأ الصدق والأمانة اللي أعرفها عنك، وأنك ما تحب أحد ينظلم قدامك أبدا. أنا أعرف مكانتك في الشركة، وعارف اللي جالس أطلبه منك ما يصدق عقل، لكن قلت يمكن عندك بادرة تقدر تساعدني بعد ما كلمتك عن علاقة هلال وسميرة خارج الشركة يا عبد الحميد. أنت صاحي ولا مجنون؟ كيف تسمح لنفسك أنك تطلب مني هذا الطلب؟ يعني ما باقي غير أنك ترشيني عشان أوقف معاك؟ لا لا يا عبد العزيز، لا، طريقك عندي غلط. روح روح شوف لك من يوقف معاك، وأنا أول واحد يوقف ضدك. هذه آخر مرة تكلمني في هذا الموضوع، مفهوم؟ أنا كنت جاي عندك يا عبد الحميد وكان كل عشمي فيك، بس مع الأسف الشديد خيبت ظني، والحين لازم أدور على واحد ثاني يوقف معي غيرك. بس بلغ الأستاذة وقولها إن اللعبة بعدها ما انتهت، وإن هي في المرة القادمة رايحة توقف أمام القاضي غصبا عنها، والأيام بيننا يا عبد الحميد. عن إذنك، لما تريد تأخذ حقوقك تأخذها بالحكمة والعقل، ما بالغش والخداع. حقوقي أخذها يعني أخذها يا عبد الحميد غصبا عنكم جميعا، مفهوم؟ مكتب عبد الحميد؟ نعم، ولغاية الحين هو هناك. شو يسوي بعد هذا هناك؟ أقول لك تعال معي. وين عبد العزيز؟ وإيش كان يسوي هني؟ اهدي يا مامين اهدي.
ما اريد اهدى، وما اريد هذا المخلوق يجي مره ثانيه الشركه، واذا اجى انا بنفسي ببلغ عنه، وابلغ بعد عن اللي يتعامل معاه. اعتقد ان اللي بيني وبينه انتهى بحكم المحكمه، لا يطالبني بشيء ولا اطالبه، ومحرم عليه هذا المخلوق يدخل مره ثانيه الشركه، ما يلوم الا نفسه. حسب ما قال لي قبل شويه انه يريد يستأنف القضيه من جديد. يستأنف ولا ما يستأنف، الموضوع منتهي واستأنافه خسران، وبلغوا بهذا الكلام. أشوف هذا الكلام موجه إلي أنا يا أم أمين. حد قال لكم أني أنا أشتغل عميل لعبد العزيز ولا لصالحة؟ إيش السالفة يا أم أمين؟ السالفة وما فيها يا أستاذ عبد الحميد. لو سمحت، أنا جالس أكلم أم أمين صاحبة الشركة. بس أنا محامي الشركة. إحنا ما في محكمة عشان ترد وتدافع. لو سمحت خليك بعيد عن هذا الموضوع. أنا شايف يا أم أمين إن نتناقش في هذا الموضوع خارج الشركة. اسمح لي أقول لك أن تصرفك كان خاطئ جدا. ممكن تشرح لي كيف يا عبقري زمانك؟ أنا كنت أفتكرك أذكى من كذا بكثير. ولا كيف تطلب من عبد الحميد طلب فيها؟ معقولة؟ عبد الحميد يوقف معك أنت ضد سميرة بعد كل هالعشرة والعمر الطويل؟ أنا مدخل الحديثي معاه كان عن طريقين. الطريق الأول معرفتي به بالنزاهة والأمانة والشرف، والطريق الثاني استفزازه بما حاولتي تشويه صورة سميرة قدامه، لكن مع الأسف الشديد حاولتي فشلا. أنا كنت واثق أنك بتنتصر على سميرة، خاصة بعد حالات الرعب والقلق اللي هي عايشتهم بسببك. أنا اللي ما عملت حسابه هو هلال. افتكرت أن هلال هذا ممكن يوقف معي ضد سميرة، لكن مع الأسف الشديد طلع إنسان نذل وحقير وضيع كل حساباتي معه. هلال هذا ما سهل على فكرة، وخلي بالك منه. المهم أنت إيش ناوي تسوي له؟ ناوي محاربتها يا غسان، وما بخليها أبدا، وبدفعها الثمن غالي. المهم قولي أنت متأكد من موعد سفرهم الليلة هي وهلال؟ طبعا متأكد، ونسخ من تذاكر السفر عندي في جيبي. طيب ممكن تعطيني هذه الأوراق؟ ممكن. ممكن أعرف ليش وإيش ناوي تسوي؟ الليلة بمر عليك الساعة 10، نتعشى مع بعض وهناك بتعرف كل شيء.